بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نرى سويا كيف يمكنك طبعا تسريع الإنترنت وزيادة أيضا مدى الاستقطاب الخاص بالواي فاي الخاص بك. طبعا لزيادة تسريع الإنترنت، طبعا كل ما عليك هو الوقوف على هذه الخيار هنا إذا كانت باللغة الإنجليزية، ثم تقف على الـ Other طبعا نتورك أو خصائص الشبكة المحمولة. بعد ذلك طبعا تقوم باختيار الشبكة الخاصة بك. أنا وايرلس، طبعا تقوم عموما بالنقر هنا. طبعا بعد ذلك على البروبيتي هنا أو الخصائص، بعد ذلك تقوم بالنقر على هذا الخيار تكوين باللغة العربية، ثم على الخصائص المتقدمة، ثم تهبط إلى الخيار هذا. طبعا احتمال تجده 256 هكذا أو 260، تصعد بهذا الرقم إلى أن تصل طبعا ل 512 أو أكثر. طبعا إذا وجدت المهم توصل إلى أعلى رقم، وأيضا في هذا الخيار تقوم إذا وجدته 60 مثلا هكذا تقوم بالصعود هكذا إلى أن تصل إلى أعلى رقم، وأيضا هذا الخيار تقوم بالصعود إلى أن تصل طبعا إلى أعلى رقم. طبعا الآن عندما سأعطي أوكي سوف ينطفئ هنا ويعيد طبعا الاشتغال. طبعا أنت لديك، أنا قمت بعمل ذلك من قبل، لذلك طبعا أنت المهم عموما سوف يقوم الشبكة هنا علامة إكس أو فصل الشبكة، ثم تعيد إعادة تكوينها. طبعا هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي طبعا عن طريق تحميل هذا البرنامج داونلود فايل واي فاي شانل بيكر. تقوم فقط بالضغط هنا لتحميل البرنامج. طبعا هذا هو البرنامج الصغير جدا، طبعا سوف يتم تحميله في لحظات. بعد ذلك طبعا هذا هو البرنامج، فقط تقف عليه هكذا وتعطي على الاكسترا هير أو الاستخراج هنا، طبعا سواء كان على سطح المكتب أو في مجلد أو طبعا كيفما كان. عموما تأتي إلى الخيار هذا طبعا الذي في الوسط، تقوم بالنقر عليه هكذا، يعطيك رن أو تشغيل، تعطيه على علامة التشغيل. الآن مباشرة يفتح لديك الجهاز الخاص بك، طبعا يقوم بالبحث مباشرة. طبعا هذه الشبكة الوحيدة طبعا الموجودة الآن وهي الشبكة الخاصة بي، هذا هو الاسم الخاص بي. طبعا هذه أيضا الشبكة الآن طبعا الشانال المتواجد عليها أنا هي واحد. الآن كيف سأعرف طبعا ما الغاية أو الغرض أولا من تنزيل هذا البرنامج؟ الغاية والغرض هي أن نكشف على طبعا القنوات، أقوى قناة موجودة على الوايرلس الخاص بي أستطيع ضبطها لكي تبت لي أقوى وأسرع وأكثر إنترنت يعني متوافق مع الجهاز، ومداها مدى استقطابه عالي جدا، وسرعة الإنترنت متواجدة على هذا الجهاز طبعا على الراوتر الخاص بي بشكل جيد. لأن طبعا احتمال أن تكون أنت طبعا وإذا كان شخص آخر معك في نفس المنزل أو وايرلس آخر أو الجيران أيضا يستخدمون الرواتر الأخرى القريبة من الراوتر الخاص بك على نفس القناة، وهذا طبعا يسبب نوع من البطء في الإنترنت. لذلك طبعا سوف نقوم الآن بالفحص أي قناة هي الأقوى داخل الراوتر الخاص بنا، لأن في بعض الرواتر مثل الراوتر الذي لدي الآن في 11 قناة. الآن فقط لعمل هذا الخطوة نقوم بالتأشير هنا، ثم نضغط على هذا الخيار هكذا. الآن طبعا هنا طبعا عذرا هنا يعطيك الأفضل قناة هي 1 و6 و11، هذه هي طبعا القنوات التي يمكن طبعا أو تكون أقوى قنوات موجودة داخل الراوتر الخاص بك وتستطيع الاستفادة منها. طبعا أنا سأدخل الآن إلى الراوتر الخاص بي لكي يقوم بضبط هذه الـ الـ هكذا. طبعا هنا تنبثق لك دائما نافذة المتصفح الخاص بك، تعطي كلمة السر غالبا هي admin، وأيضا اليوزر نيم admin وكلمة السر admin، ولكن أنا طبعا قمت بتغييرها لذلك سوف تأخذ مني عموما بعض الوقت بهذه الطريقة.
الآن طبعا لديك هذه الخانات، طبعا تقوم بالبحث أنت كل الراوتر، لا طبعا ليس لديه مواجهة محددة، أنت فقط تقوم بالبحث عن عن كلمة الشانيل أو القناة. أنا قد وجدتها أنا هنا، الشانيل تجدها بهذه الكيفية، ممكن أن تكون أيوتو أو تلقائي. طبعا هنا أنا أعطاني أنه يمكن القناة 1 و6 و11 هي الأفضل. طبعا أنت إذا كنت تلاحظ نوعا ما من البطء في الإنترنت، قد يكون كما قلت بسبب أن القناة يستخدمها أكثر من راوتر، قريبة الراوترات تكون قريبة من بعض وتستخدم نفس القناة لبث الإنترنت، وهذا طبعا يسبب نوع من الضعف في الشبكة طبعا المحيطة بك، حتى إذا كان راوتر الجيران أو ما إلى ذلك. لذلك مثلا أنا سوف أختار الراوتر رقم القناة رقم 6، مثلا هذه هي الشانال، سأضع رقم 6، ثم طبعا تعطي على دائما أبلاي أو أوكي أو طبعا تنفيذ على حسب الراوتر الخاص بك، وخلاص. يعني هذه هي الخطوات التي قد تساعدك في اختيار أقوى قناة، لأن بعض القنوات يكون المدى الوايرلس، مدى بث الوايرلس ضعيف. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، وحسبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.